وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زد مهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكي ليدينه بعدها من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكي ليدينه بعدها الله يحييكم مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين في مطبخكم اليوم بإذن الله نعلن النتيجة والقرعة اليوم وكل شيء تمام هلا بالزين وش حالك يا حمادة؟ زين ما شاء الله كيفك يا سيدي؟ شفت كيف خلوك تروح تتوضي؟ ايش اسمه تأذن؟ ايوه عادي يوم خوشت أم والله ودي طاحن الله يكرمك برجوله كذي وطاح قول له منو صحك؟ ليه لمين كان الأذن؟ ما عليك صح؟ على عمر ملحم بس أنا مكانه أنا ودي أمسك الظهر والعصر أنا ودي أمسك أها أصير أنا اللي ماسكه الله يكتب أجرك يا حبيبي آمين يا شباب إيش الوضع؟ الوضع إن شاء الله في السمبتيك القرعة الجديدة إن شاء الله حتكون الأسبوع هذا والأسبوع السلام هلا بالشباب ها حبيبي هوا هوا يا سيدي درع جمهور الله يحييك درع جمهور درع جمهور عقوب يا وجه الدرع اول عكس يقول انا البسيطه اللي خذتها الكرامه لا انا البسيطه اللي اعطتها الكرامه يلعب عليه يا سلام هين يا بسيط ايه ذاك اليوم منيف سيدي افتح المايك منيف منيف ايش اسمك خالد لا لا انا كنت قلت لهم اي واحد في فقرتي لا احد يخصم عليه انا اسوي مشكله هنا ابو حامد فقرتي انا اللي اتحكم فيها اي واحد يخصمون عليه انا ابو حامد منيف منيف ذاك تعال تعال ذاك اليوم لقيتهم راقدين المهم واقوم اقومهم من الصلاه اقومهم اقوم بعض الشباب قاموا بعضهم ما قاموا من ضمنهم ذا قلت انا جبت بيت ذا قلت ذكر الملك سلمان يحتاج وقفه قاموا كلهم بندفنا وقف على السرير فين بندفنا؟ اسهموا الشباب يا شباب عشان اليوم القرعه القرعه على قولت احد من اخواننا قرعه المطبخ الايام الجايه ان شاء الله ال 23 كلهم؟ ال 23 كلهم يعني حنسحب ان شاء الله 24 من يوم ال نايم غدا الاثنين الى يوم الخميس الله يستر عليه الباقيين حظ اوفر في القرعه الجايه يعني حنسحب حقه اربع ايام من الاحد من الاثنين الى الاحد القادم عيوني القرعه هذه الى نهايه البرنامج نعم نعم شلون يعني يعني تكون قرعة واحدة خلاص الأسماء ثابتة مستحيل لا إيه. مستحيل أنا اسمي اللي قارة يا شباب قال مستحيل اقتراح مستحيل طيب أوكي ذا الحينة وائل بعيد عن هالشر معك يا أبو غنى إيه. والأسبوع الجاي طلع إبراهيم قالوا بيجيبون واحد مكانه يقدمون يجيبون أبو علي منو هاني العنزي لا لا غلط كلام هذا غلط أمس صح كلام هذا غلط كل أسبوع بأسبوعه يعني نفس الـ نفس الاسبوع الاول نفس الاسبوع اي كل اسبوع باسبوع يعني الاسبوع هذا ناخذ قرعه ليوم الاحد لان القرعه هذه هي اللي تسببت في مشكله ان البعض ما طلع الا مره او مرتين شوف يا حبيبي هذه صح انت صادق في هذه عرفت لكن يا طويل العمر السلامه القرعه يا حبيب اخوه تسوى الى يوم الاحد القادم يعني في ناس يوم الاحد القادم تطلع اسمائهم في ثلاثه ما راح تطلع اسمائهم هذول ما يخشون في القرعه اوكي يبدون يوم الاحد القادم يخشون في القرعه الجديده ممتاز طيب انا ما طلعت الحين الا مرتين لو ما خشيت بالقرعه اللي تقول يعني الاحد الجاي ادخل ويصير لي من خمسة اسابيع بس ثلاث مرات ايه ايش دعوه كيف ندخل في القرعه في جحاف والله انا والله انا والله ما ادري انا اللي قالوا لي قالوا اسحب مرتين سيدي يا حبيبي عبد الرحمن انا قالوا لي اسحب اسحب الى يوم الاحد القادم الحين بتسحب انت تاكد الاسماء كلها موجوده ايه كلها تاكدت لان كانت عند الشباب الظهر كانت معي كنا نلعب فيها تاكد والله اتاكد من اسمك يعني لا من الاسماء كنت مطلع اربع اسماء برا على الطاوله انا انت اي كنا نلعب فيها لا والله والله الظهر تاكد من الاسماء بس عدها عدها لا تعد لا تفتح طيب اوكي يا سيد الناس يا عبد الرحمن أنا اسمي موجود هي لكن طلعت كم اسم خمسة تقريبا أوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كيف الأمور معك يا فارس؟ تسعة عشرة كيف الأمور؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 جيد كاملة 23 تأكد طيب لا يكون متكرر شيء. طيب شلون 23 هدي ابو دحمد شلون 23 وفي اثنين هنا الحين موجودين اربع قصدي تسحبهم مره ثانيه يدخلون بعد يعني ممكن بكره يلعبون هم اثنين ليش ممكن لا اي فهمت 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 خلاص اي ما شاء الله قلها قلها ما شاء الله اوكي رزق ارزاق اي والله ارزاق ارزاق والله يستاهلون من عند الله والله اشتقت لك هلا هلا ارزاق والدنيا كيف حالك؟ اخبارك حبيبي؟ الله يسلمك كيف طبخ الشباب؟ اخبارك حماده؟ الحمد لله يا غالي لبي يا حبيبي ايش؟ ابوك فروس ايوه خلاص ايوه الو من زمان منسف؟ ادرك ما قد قيمت يا ابو علي ها ترى ترى ابو علي اللي ما ايش اسمه؟ الله ايش الشغل هذا يا ما ما هو شغل زين لازم ما هيك بس والله طب ناجح حاره يا فارس صح يا رب صح اوه شايفك زين لازم ها دكتور شايفك زين لازم هذا وش طيب يا فارس فارس انا اذكر كنت تطبخ في السنه زمان هو انت اللي كنت اطبخ مقلقل ايه حاجات هذيك السهله بالله اي مضغوط اطبخه سليق حاجات هذه مطبخ يعني لا نطلع نطبخ وذا ما نطلع نطبخ حاجات زي هذه ايش انا اشوفك دائما تطبخ في الشقه حقتكم ايه انت الشيف حقهم مضغوط ومقلقل كثر خيرك ايش كثر خيرك انا ما كثرت ملح عشان ابو علي سعد عند الضغط اسلم اسلم تقول لي كنت تتابعني ايوه قول ايوه المهم كنت اتابعك ايوه لا جد والله كنت طباخ كبير والله ايه والله شوف يا بالله يا مان امانه بدون والله صدق صدق بدون امانه ايش ابو غنى سجل خلي ابو غنى خلينا نشوف ابو امانه هذا كنت تستمتع ايش سناباتك والله انك من الناس اللي انبسطت اتابعهم ترى نصهم نصهم عبد الرحمن حتى عبد الرحمن بالله كنت تستمتع بسناباتي ولا الامان والله امانه انا اشياء سناب عنده غير طبيعي سناب بجنون حتى هذا الكلام اللي اقوله له والله سلبي طيب انا ايش رايك في سنابي؟ لا جامع بين الجد والبال لا انا نتكلم عن سنابي عرفت قبل شوي وقاعد اساله وسالته مره ثانيه قال والله اني اسلم قلبي والله حبيبي والله لا جد جد والله من السنابات الممتعه اسمع ابو سلم لذيذ باين ما خلاص ما ودي اقولها ما ودي اقولها لا ما حبيب والله ها الله يسر امرك يا فارس التوفيق يا سيد الناس نشوفك ان شاء الله شيء كبير شوفك سيد مسابقات تسحب على جوالات حاجات سويت سحب مره ايوه جبت عيد تعال كلهم على ايفونات كنت اجيب ثلاث كشافات اسوي مسابقه لا عاد بدي على قد الحال والله مسويت اسوي طاقات قلت والله تكسبون وش اسوي يا ولد كل واحد تاكل الله ييسر امرك بالعكس ايوه ابشر اسوي مسابقه حاجه حلوه يا شباب عبد المجيد فين هو؟ تبارك الله قسم العدو اعطاه سعد كيف؟ محمد سعود عبد المجيد فين هو؟ يا شباب الفريق هذا خلوكم هنا فريق فارس خلك هنا حبيبي طيب تفضل يا شباب حبيبي يا ها؟ عيون يرحب مرحبا مليون كيف حالك؟ والله يضحك جاني على عمر بس طبعا انت اللي ورا انت يا اخويا ما تشوف اللي ورا الشاشه اقسم بالله لخبطه في مخه ايش سوى؟ ابو علي اول شيء ما اعرف البس الحذيان ما ادري اللبس هذا غلط الله يكرمكم مطلع سعد قال لها عمر انا لفيت قال لها عمر يلا تفضل يقول لك كذا تفضل يعني هنا قال بيشتري وروح هناك جهه ثانيه دق 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 يا حبيبي يا فارس فارس يا سلام من يقيم انت ولا لا؟ انت طب ارجع ورا اوه اليوم ترى ما في ايش جبت انت خليتهم يطعمون تعرف مجلس؟ بالامانه انا قيمت انت قيم ها لا ما في لا ما ابو علي ابو علي ابو علي ابو علي خلنا خلنا لا تقول خلنا راي مجرد راي راي وليش عليك وجه الله بالامانه لا راي ابو علي مجرد امانه لا شوف بعلمك حاجه ابو علي الشباب هذول كلهم ما لهم دخل في المطبخ نعم هم هذول متسابقين في المطبخ طيب. انت يا ابو علي انت اللي طب... انت اللي يقيم الطبخ طيب. اوكي طيب. انا لا انا ولا عبد الرحمن ولا صالح ولا عبد المجيد ما احنا اللي نقيم ولا هو حبيبي عمر ولا ابو غنى ولا اي خنا مو قصور في الشباب لكن شوف انت الشيف في هذا المطبخ صح لا تقول عليك وجه الله بالامانه لا تقول بالامانه حتى لو كان طعمها شيء مستحيل يقول طعمها حلو في اعطيك اسمه معين ولا اقول طعمها شيء لا يقول طعمها شيء يلا اوكي روح يلا خليني اصف معكم انا تعال خليني اضبطكم بس ما ابدا
أبي على القاز وعصف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية مأمول على القاز وعصف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية أبي على القاز وعصف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية أبي على القاز وعصف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية على القاز وعصف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية صف الرجال تفضل هنا شباب تفضل هنا شباب القرعة بعدين النتائج طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ من بكرة اليوم الاثنين وننتهي بيوم الأحد القادم صالح صالح تعال 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 بسم الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم القرعة قبل الإعلان ها؟ القرعة قبل الإعلان ايه قبل الإعلان يا رب والله أني مشتاق لك أنت وعلي بالمطبخ يا جعلني بدعينك يا أبو أبو إيش عبد الرحمن والله تبي الصد مشتاق أبو ملفي أبو ملفي أبو ملفي مشتاق للمئتين ولكم أيه. كلها أوكي بس يا رب معي واحد يعرف يطبخ المتسابق الأول عبد الله بن دفنة الله يستر منه بكرة عبد الله بن دفنة يلا تكفيني منه بكرة عبد الله بن دفنة يلا تكفيني منه ومحمد الذهلي الله أكبر إذن عبد الله بن دفنة ومحمد الذهلي أنا ضدك للآن صبر مع بعض لا مع بعض الطبخ تعرف تطبخ ضد لعيونك أطبخ ضد واي الخواجي يا ربي ما وصالح زهيري والله من أهل عادي ما لي دخل السر ومفلح المشعلي ان شاء الله ما شاء الله هذه تطبخ من دقيقه هذه يوم الاثنين ها الله تابعينا الاعزاء اكتبوا عبد الله بن دفنه ومحمد الذهلي وفي الجهه الثانيه مفلح ووائل الخواجي ما شاء الله اليوم الثلاثاء يا رب المتسابق عمر الملحم كفو وين راح الله يستر من عمر والمتسابق يا رب عبد الرحمن المطيري واو هو يعرف يطبخ ولا عمر بالله يعرف ولا يا رجل عبد الرحمن ايش اللي انبسطت هذا الحين ايش اللي انبسطت طلع اسمي لكن شكلي صبر ما سمت عمر ما يعرف الا عطور بس طيب اوكي هذول عمر وعبد الرحمن وضد يا رب تكفى فكر مصاري منيف الخمشي الخمشي ومين مين مين تتوقع فين هو مشاري منيف يسوي قهوة في منيف ها ومن يا رب فكنا من بندر منيف وصالح أم سعد الحماد لا لا ما عليك لا يلا ما شاء الله هذه يوم الثلاثاء اللي هو عبد الرحمن وعمر ضد مساعد ومنيف بالله يا عمر ما يعرف أبد هذه يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء هذه صح طيب عمر ما يعرف الا يكشف يوم الاربعاء المتسابق محمد عثمان ان شاء الله ما بندر يوم الاربعاء محمد عثمان والمتسابق صالح الزهيري والله يا قلبي انت اللي مستانس فيك مستغرب يا ابو زين ما قدرت القرعة مع ابو علي والله اني يا قلبي مستانس اني معك يا قلبي مع صالح هو مستانس ما ادري ايش فيك يا يعني حظي مع صالح ما شاء الله ضد عبد العزيز ال زايد والله يا حظهم زين ايه قولوا ما قراش والله يا حظهم زين والله بيطلع اخوه مع انا بنجر طبعا والله يا حظهم زين هذا يوم ايش يا حظي مع صالح الاربعاء 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 ها وخالد المحيمين للسجن للسجن والله خالد الحيد ليه خالد الحيد محمد عثمان حظه زين وصانع وصانع قلتوها يا عيال طيب انا لو نبدالهم تدري وش بسوي؟ ما شاء الله لو نبدالهم بقعد بالسجن وبحط الرجال زين ليه؟ مسجون ما شاء الله ودي صالح والله اني مسجون مسجون اذا صالح وحبيبنا محمد عثمان ضد عبد العزيز ال زايد وخالد المحيميد يوم الخميس انا مستانس مع صالح زين يوم الخميس عبد الرحمن ال زايد اذا ما جمع الجوره ضد 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 مع منه ضد مع منه ضد
مع الراضي زيد. ترى ما بدأ ذاك. ضد يا طويل العمر والسلامة، لا تصيح في مسمعي لأني أنا بسير القرعة. ضد عبد المجيد الفوزان. ما شاء الله عبد المجيد العلي. طب اسمك يطلع بندر علي. تخيل بندر علي. ضد ولا مع عبد المجيد الفوزان. يا اخي محمد آل مسعود. ضد عبد الرحمن وراضي. يلعبوا صورة من الأوائل دائما الأخيرين. يوم الأحد القادم. بندر يوم الأحد القادم. أسبوع ترك. أسبوع ترك. يوم الأحد القادم. عبد المجيد الطويرش. عبد المجيد مع سعد سبيعي. مع مع أبو غنى إن شاء الله. مع سعد سبيعي. فارس البشيري. الله. السجن. هلا. وعندكم يا طويل العمر والسلامة يا خير بندر علي. الله بيكرونه. سالم الخنفري. بندر العلي. سالم كويس يا رب اني معه. سالم يعرف مين؟ سالم بطل. والله سالم بطل يطبخ كافو يا سالم. راشد القحطاني. بوينة ابو غينة. تبغى راشد تكون موجود؟ راشد القحطاني. راشد القحطاني. مديري مديري. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ اذا اللي باقي ما طلع اسمائهم بندر وبسام. لا صدق هذا شلون؟ طيب احنا ابراهيم السبت الجاي ما لنا مطبخ. لا صارت بس ما في ابراهيمات كانت وعوضوا اللي مدهم. اي بس طلعت ثلاث كلنا طالعين ثلاث. لا انا طالع ثلاث. هذا القرعه اللي بطلع هذه الثالث. بندر هذه حبيبي يوم الاحد. انتم الرابع. طيب تعدينا ابراهيم. شلون اجمع انا تعد ابراهيم؟ انت خلصت كذا ظل. ما في انت حظك حبيبي. لا ما في حبيبي. على قول ابراهيم كذا لبيش. انت امرني يا ابو فيصل. بندر ايش تبغى يصير؟ نعيد القرعه؟ لا تعيد القرعه. شلون تبغى نعيد؟ تبغى نعيد عدل؟ لا كذا كذا. بنعيد بنعيد. انا تفرق عني 200 وانا اجلس ما دخلت مطبخ. حبيبي انا مالي دخل. انا هذه مجرد قرعة شوفها. لا انا اعترض صراحة عليهم والله. صدق تعترض؟ انا بعترض عليهم. كلام اليوم عليك. ما عليك انت اليوم. على التنظيم. اي انا 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 ما لي دخل يا سيد الناس. صدق يا اخي ظلم لي ولا شيء. من معي؟ من كان معي؟ وسعد السبيعي. طيب سعد السبيعي و بسام. فين بسام؟ لان هذا بعد ابراهيم خلاص. وش الفائدة؟ طيب مو صح يا ابو حامد. صح. طيب مشاهدينا الاعزاء نشوف يا طوال العمر سلامة اليوم باذن الله. لا يعطوني 200. نشوف ال يا ولد صحت علينا ابو فيصل. ابو فيصل ايش تبغى؟ هاك هاك 200 وفكني. اي نعم انا وبسام ابو بندر. اي نعم. طيب تحدد الفريق الحين ولا لا؟ لا ما حدد ثلاثه. كيف حدد؟ اي انا وعمر. تبغون تتكلمون كلموهم في كلام اليوم. بتصير قرعه ثانيه متى؟ يشوف لكم حل. لا شو اسمه؟ يوم الاحد. ما ادري يوم الاحد القادم القرعه الجايه. يعني ممكن واحد يطلع ابراهيم شيء من حقي. ايه يسر الله. ايه بيه. ممكن يطلع واحد ابراهيم من حقين يوم الاحد. اذا طلع احد ابراهيم من طيب انت اطلع ابراهيم ما دخلت مطبخ. نسوي قرعه مع الاربعه ذولا. خالد هذه دراما دراما. اللي ضدنا يسر الله. ما عليك والله ما ادري نسيت الدراما. والله ما في ذاكره يا ابو يا عيال. من اللي ضدنا؟ انا وعمر ملح من ضدنا. طيب مشاهدينا.